الصلاة على النبي وآله الهداة. وبعد خذ نظما آتاك جيدا يهديك إن أردت أن تجودا. سميته بالسلسبيل الشافي فهو لتجويد القرآن كافي. فمن بالقبول يا الله وانفع به جميع من تلاه واجعله داعيا إلى النعيم وخالصا لوجهك. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فهذا درس جديد من دروس حل التدريبات الخاصة بمتن السلسبيل الشافي. سنبدأ في هذه الحلقة بحل ما يتعلق بأسئلة الوقف والابتداء في الحلقة 39 في شرح باب الوقف والابتداء في الدرس الأول أهمية الوقف والابتداء. قال الناظم رحمه الله: وبعد أن تعرف أن تجود لا بد أن تعرف وقفا وابتداء. إن الوقوف أربع تريح: تام وكاف حسن قبيح. تام إذا لم يتعلق مطلقا، كاف إذا معنى فقط تعلق، وحسن إذا تعلق حصل في اللفظ والمعنى وتمت الجمل. السؤال الأول: أضع المصطلحات الآتية في مكانها المناسب. المصطلح الأول كما يظهر أمامكم على الشاشة الوقف، ثم الابتداء، وعندي القطع، وعندي السكت. سنقرأ الجملة الأولى ونركز على اختيار المصطلح، ثم نضع شرطة عليه حتى لا نعود إليه مرة أخرى. عندما أقرأ وأقول: قطع الصوت زمنا دون زمن الوقف عادة من غير تنفس. ما دمت سمعت من غير تنفس فهذا هو أحسنت، فهذا هو السكت. ضعوا السكت وضعوا شرط على السكت حتى لا نعود إليها. قطع القراءة رأسا، أكمل واضحة، قطع القراءة رأسا والانتقال إلى شيء آخر هذا هو أحسنت القطع. ضعوا القطع ثم شرط عليه حتى لا نعود إليه. قطع الصوت على آخر الكلمة زمنا يتنفس فيه عادة بنية استثناء في القراءة هذا هو الابتداء يا رجل، هذا هو الوقف. إذن بقي أن أضع الابتداء فهو الشروع في القراءة بعد قطع أو وقف. أحيانا نزيد بعض المصطلحات للإيهام وهذا أمر مطلوب، لكني جئت بأربعة مصطلحات وجئت بأربع جمل لا غير. أيها الأحبة، السؤال الثاني: أضع أنواع الوقف الآتية في مكانها المناسب. الاضطراري، الانتظاري، الاختباري، الاختياري. لو قلت ما يقصد لحسن البدء هذا هو الوقف، بارك الله فيك، هذا هو الوقف الاختياري الذي يكون باختيار القارئ، يقصد لحسن البدء. ما يكون لبيان الرسم أو حركة آخر الكلمة هذا هو الاختباري بالباء. ما يكون للضرورة كضيق النفس أو النسيان هذا هو ضرورة، يبقى الاضطراري. ما يكون لاستيفاء أوجه القراءات هذا هو الانتظاري. عندما ننتقل إلى تعريف الأسس التي يقوم عليها تقسيم الوقوف فيطلب منك تعريف هذه الأسس. التعلق اللفظي هو تعلق الكلمة الموقوف عليها بما بعدها في الإعراب، في الإعراب. التعلق المعنوي هو تعلق الكلمة الموقوف عليها بما بعدها في المعنى. القراءات هو أن يكون للقراءة أثر في تغير الوقف والابتداء. القراءات هي ما ورد عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم من تنوع في أوجه القراءة، وبعض هذه الأوجه يكون لها أثر في الوقف هنا أو عدم الوقف هنا، كما ذكرت لكم هذا المثال الواضح الظاهر في سورة النور في قوله تعالى: يسبح له فيها بالغدو والآصال فمن يقرأ يسبح وهم جمهور القراء فإنهم
يصلون أولى، لأن رجال ستكون فاعل يسبح، ومن يقرأ يسبح كشعبة وابن عامر فإنهما سيقفان على رأس الآية يسبح له فيها بالغدو والآصال، ونائب الفاعل سيكون الجار والمجرور له، ورجال جملة استئنافية جديدة. عد الآي كأساس من أسس الوقف هو اختلاف رؤوس الآي واختلاف العادين للآي في وضع رؤوس الآي أين توضع، وهذا ولا شك له أثر في الوقف وفي الابتداء. فمثلا الآية التي ذكرتها الآن في سورة النور، عندنا رأس الآية مثلا عند المدنيين يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. ما انتهت الآية، إذن رأس الآية ليس عند كلمة والآصال بل يصلون. ولهذا من عنده والآصال ليست رأس آية ولا نهاية آية، هذا يلزمه الواصل إذا قرأ يسبح. وأما إذا كانت رأس آية ويقرأ يسبح فإنه لا بأس بالوقف، ولكن الوصل أولى، وأما القطع فممنوع نهائيا، فإن القطع هنا مع هذا الاتصال اللفظ الشديد ممنوع. إذن هذه هي الأسس أيها الأحبة، لكن نحن في الغالب نركز على ماذا؟ نركز على أساسين، التعلق اللفظي والتعلق المعنوي، لأننا في الغالب ندرس الوقف في قراءة واحدة، وأما الذين يجمعون القراءات أو يدرسون القراءات فإن عليهم أن ينتبهوا لأثر القراءات، وأيضا ينتبهوا لعد الآي، لأن القراء مختلفون في عد الآي اختلافا يسيرا ليس اختلافا كبيرا، فليس كل الصور فيها اختلاف، فهناك كثير من الصور فيها خلاف، لكن هناك أيضا صور لا يوجد خلاف، هذا الخلاف ليس بكثير أيها الأحبة. عندنا أنشطة بحثية في غاية الأهمية أود منكم أن تجتهدوا فيها، كالعودة إلى كتاب معالم الاهتداء وقراءة ترجمة للشيخ الحصري رحمه الله وذكر أهم موضوعات الكتاب، وتكتبوا تقريرا عن هذا الكتاب لتعرفوا الناس به وبأهميته. عندما ننتقل الآن إلى الدرس الثاني وهو أنواع الوقوف. أنواع الوقوف، سألتكم السؤال الأول، أكملوا خريطة الوقوف الآتية: التام، الكافي، الحسن، القبيح، الشاذ، الواجب. في هذا الدرس شرحت هذه الوقوف، الآن أنا أطلب منكم هذه الخريطة المعرفية، ترونها أمامكم على الشاشة، مطلوب لكل وقف خريطة، أريد تعريفه، أريد علامته، والمقصود بالعلامة يا إخوان علامة الوقف، ماذا نضع عليه، ميم أم نضع جيم أم قلا أم صلا أم لا إلى غير ذلك، وحكمه، هل يصح الوقف عليه، هل يصح الابتداء بما بعده، ولماذا سمي بهذا الاسم، ومواضعه، يعني أين يوجد، في أول الآية، في وسط الآية، في أواخر الآية، ولو أضفنا علاماته يعني كيف تتعرف على هذا الوقف، كيف تعرف الوقف التام من الوقف الكافي إلى غير ذلك. إذن هذه الخريطة، أود منكم أن تختاروا لي وقفا واحدا لأحدثكم عنه، ماذا تختارون؟ عند التام وعند الكافي وعند الحسن والقبيح والشاذ والواجب، وكل هذه الخرائط قد عرضتها لكم أثناء شرحي للدرس، اختاروا وقفا واحدا لأطبق معكم في التدريبات عليه. أراكم تقولون الوقف الواجب، اخترتم الوقف الواجب وهو الوقف السادس لأعرفكم به. ما تعريفه؟ الوقف الواجب أيها الأحبة هو الوقف على كلمة لا يتضح المعنى إلا بالوقوف عليها، ويختل المعنى إذا وصلناها بما بعدها، فيلزم ويجب الوقف لهذا المعنى. وأما علامته في المصحف فمن كلمة واجب أو لازم، نأخذ الميم من لازم، فعلامته هي الميم فوق الكلمة. حكمه، ماذا تقولون؟ حكمه وجوب الوقف عليه لبيان المعنى، وأيضا الابتداء بما بعده،
وجوب الابتداء بما بعده فلا يصح الوصل بينهما. سبب تسميته سمي واجبا لوجوب الوقف عليه حتى يظهر المعنى ولا يختل بالوصل. وأما مواضعه فيوجد على رؤوس بعض الآي، وهي بعض الآيات. لو مثلت لكم بمثال واحد، فعندما نقرأ مثلا في سورة الحشر قول ربنا تبارك وتعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. الآية التي بعدها: للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم. لاحظوا لو وصلنا أيها الأحبة: واتقوا الله إن الله شديد العقاب للفقراء، فسوف يتحول معنى واتقوا الله إن الله شديد العقاب، سيتحول أنه شديد العقاب للفقراء المهاجرين. هل هذا الوصل يصح؟ إذن يتعين عليك أن تقف على رأس الآية وأن تبدأ بما بعدها. السؤال: هل نضع علامة ميم على رأس الآية؟ الجواب: لا، لا نضع علامات وقف على رؤوس الآي، وهذا في أغلب المصاحف التي ستطلعون عليها. وهناك بعض المصاحف فعلا تضع علامات وقف على رؤوس الآي كأواسط الآي وأوائل الآي، لا فرق عندها بين رؤوس الآي وغيرها. عندما يكون الوقف في وسط الآية، أعني الوقف اللازم، سنضع علامة ميم، سنضع علامة ميم. وربما نضع علامة قلة إذا كان فيه الاختلاف بين العلماء، كما وضعوا على قول ربنا تبارك وتعالى في سورة آل عمران: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به. فوضعوا على اسم الله قلا، وهو وقف لازم مختلف فيه. فمن المفسرين من جعل الراسخين في العلم يعلمون التأويل على أن التأويل هو دقائق التفسير وما يخفى على غالب الناس، فلا يوجد شيء في القرآن الكريم يخفى على جميع الأمة، فهذا محال. ولكن إذا كان التأويل هو ما تؤول إليه حقائق الأمور فلا يعرف هذا إلا الله. ولهذا كان الراجح في الآية الوقف على اسم الله، ولكن هناك رأي آخر وينسب إلى ابن عباس وإلى غيره من مفسر السلف وغيرهم. ولهذا بعض المصاحف وضعت ميم وبعضها وضعت قلا. قلا هنا ليست علامة وقف تام، بل هي وقف لازم ورد فيه الخلاف. مواضعه ذكرتها لكم. إذن بهذه الطريقة ستعرفون الوقف التام والكافي والحسن والقبيح والشاذ، وقد ذكرت لكم وشرحت لكم الوقف الواجب. لا شك أن هذه الخرائط تسهل وتيسر عليكم، وهذه أنشطة بحثية أود منكم أن تتأملوها وأن تقوموا بحلها، فتتعرفوا على كتاب علل الوقوف في القرآن للسجاوندي، وأيضا تتعرف على كتاب منار الهدى في بيان الوقف والابتداء للأشموني، كتاب رائع ونافع، وكل هذه الكتب ماتعة. تتعرف على القطع والائتناف للنحاس رحمه الله، كتاب أيضا رائع. تتعرف على كتاب أضواء البيان للشيخ جمال القرش. تتعرف على وقوف القرآن وأثرها في التفسير للدكتور مساعد الطيار. أيها الأحبة، أسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد، وأكمل معكم باب المقطوع والموصول في حلقة أخرى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سلسبيل الشافي فهو لتجويد القرآن كافي، فمن بالقرآن.